السلام عليكم المشاهدين، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ ياك لاباس؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ ايوا مرحبا بكم. عندنا اليوم ان شاء الله يا ربي غتشاركوا معنا واحد الوصفه غادي نديروها. كي دايرين الحباب كاملين؟ وشكرا على التعليق ديالكم، وكنشكركم بزاف 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 على التعليق وعلى الجيم ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. كي دايرين كبار وصغار؟ الحباب كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، كاملين من طنجه للقويره، وحتى الناس البعاد حتى هما، كلكم كنشكركم بالكبير ديالكم بالصغير ديالكم، كلكم راكم عزيزين بزاف بزاف، وشكرا عليكم وكنشكركم بزاف. وكي جاكم وصفات ديالكم رشيده، راه داكشي ديال زمان، هذاكشي القديم اللي كنا نديروه في الصغر ديالنا اللي حلينا فيه عينينا. ودابا بسم الله توكلنا على الله غادي نديرو واحد الوصفه ديال الخيزو بحال الوصفه اللي درت لكم ديال البطاطا مشرمله. دابا غنديرو حتى خيزو مشرمل. دابا بالنسبه للخيزو بحال دابا عندنا خيزو، بحال دابا عندنا غير خيزو ومطيشه في الدار وكاينه بصله، نقدروا نديرو بها تشرميله تجي زوينه ومقاده. بسم الله توكلنا على الله. زيد باش نوريهم، هنايا كاين خيزو ها هو مسلوق، انا سلقته. علاش سلقته؟ باش ربحت الوقت، ما انا باش ما نطولش عليكم الفيديو. هذا خيزو مسلوق، ها هو هذا مسلوق، نجرته وسلقته منجور. وكاين اللي كيسلقوه بلا، كنا هادي شحال كنا كنسلقوه بلا 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 ما نجروه، حتى كنسلقوه عاد كنجروه، كنديرو بيه شلاضه، نديرو بيه تشرميله، نديرو بيه كلشي. دابا من بعد غندير لكم هاد التشرميله ان شاء الله، غادي نعاود ندير لكم كيفاش كنا كنديرو شلاضه ديال بكري بخيزو، وان شاء الله كاع غنوريكم ديك الشلايضات اللي كنا كنديرو هادي شحال طبيعيين ديال بكري. ودابا غادي نصاوب هاد خيزو ها هو مسلوق، دابا غادي نقطعو وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه التشرميله ديالو باش كيجي مشرمل وزوين. بسم الله توكلنا على الله. كاين خيزو، كاينه مطيشه حكيتها، تحكوها ولا طحنوها ولا ها هي، كاينه راس ديال البصله وقوقه وحده د المطيشه هادي على التزيين. كاين العطريه، كاين عيل الكمون والتحميره والبزار ومليحه، وكتكون حتى السودانيه حتى هي بالنسبه اللي كياكل الحار. كاين هنايا المعدنوس ها هو الربيع، معدنوس وقزبر مخلط. كاينه هنا الثومه، وهنا كاين حامضه، كنديروا ليه الحامض ضروري. والزيت كاينه الزيت بلديه وكاينه الروميه، هاد الروميه غادي نشحر فيها حيت ما يمكنليش نشحر بالزيت العود، حيت الزيت العود كتحرق، الزيت العود كنديروها في الاخر. انا غنوريك بالنسبه اللي عنده زيت العود، اللي ما عندوش زيت العود واخا يدير على الروميه ماشي ضروري. بسم الله توكلنا على الله. دابا غنبداو نقطعو خيزو ديالنا، وغنردو بعدا البصله تشحر ونقطعو خيزو. بسم الله نديرو هادي المقله، غندير كلشي في المقله. دابا المقله عندي هادي ثقيله، كيعجبني نصاوب فيها كلشي. ها نتوما نقرب ليكم هنايا، ها هي درت فيها شويه ديال الزيت باش غادي نشحر فيه البصله. ها هي درتها، هنا غندير البصله، ها هي غادي نديرها هنايا باش انا شعلت عليها. البصله غادي نشحروها شي زوينه ان شاء الله يا ربي، وغادي ندير ليها عيش شويه ديال الملحه. البصله هاد شويه ديال الملحه باش ما تجيش باسله. ها مره مره غادي نحركها، وهنايا غادي نبدا نقطع الخيزو ديالنا. خيزو يقدر يقطعو دواور، وكاين اللي كيقطعو هكا، انا حنا كنقطعو هكا، قطعوه بحال هكا باش تدخل ليه اللقامة مزيان هكا على جوج.
يمكن تخليه غليظ طويل يمكن ديرو. دابا انتم المشاهدين حنا كنقطع الباب، كنقطع دابا خيزو قطع معايا، وغادي كنبقى نحرك البصله. خيزو راه مسلوق، انا كنقولها ونعاودها باش تخلص. هادي البصله انا كنشحر فيها هاد الشرميله ديال الخيزو، كتجي زوينه بالنسبه اللي كياكل على الخضره. هادشي ديال الخضره كيجي زوين. ها انتما في الشرميلة ملي تكونو طهور خلطو في الشرميلة ما يديرش، والبصلة ما نغطوش عليها مرة مرة من هاكا كنفكرو نزيدو الزيت. ها نتوما البصلة باش طيح البصلة. البصلة كتشحر وحنا كنقطعو الربع. لا واخا يكون عخيزو في الدار البصله مطيشه، بنادم ما يعديش يدير حاجه سخونه، حاجه زوينه طيبه في الدار حسن ما يبقى يفكر اش ندير اش ندير اش ندير. طلع ما يدير انا وصلني بكم الله. نحط كل البصله بحال هكا، تتحمر هي ومليحه صافي. تطيح البصله تطيح، نضل هاد المطيشة كنديروها بالزين هكا، نقطعها بحال هكا. هانتا تشوف كيفاش غندير ليها. نديروها هنايا، غنمشاو معاها هاد البصلة البصله كتحمر. ها انت هي كيفاش نسوها هي كتحمر البصله باش تنزل البصله ما تبقاش قاصحه باش تطيب. نعطيوها التحريك باش ما تحرقش لينا البصله.
المقله ملي كتكون غليظه وكتكون تحمري فيها البصله ما كتحركش المقله، ها انتوا واخا ما فيهاش الزيت بزاف، فيها غير شويه ديال الزيت. نوجدو باش نهزوها دابا، هي قربت. دابا ها البصلة ديالنا وجدات، دابا ها الفول هي البصلة هي واجدة، نحيدها نديرها في التغسيل بحال هكا، ما نهزهاش من ديك الزويتة ديالها، نهزها البصلة نخلي حتى شي بصيلة باش ما تحركش. وكان ندير هاد مطيشة كنصوصيها، كنحطها بشوية ما نحطهاش على الزيت باش ما تطلعش مطيشة هادي غليظة بحال هكا، كنصوصيوها بحال هكا. هادي بحال نقولو باغا نزوق بيها بحال الفرشيط، ندير لها الفرشيط باش نقلبها. غادي نخويها هنايا في الجلد ديال البصلة بعد ما نخويها شوية، ندير هكدا وغادي نخوي هادي ديال لاصوص. هاد مطيشة ديال لاصوص نخليها تصيف، غادي ندير لها التومة. هانت التومة، وغادي ندير الربيع، نخلي شوية باش غنديرو في اللخر باش يبقى باين. غادي تحميرة مليحة، وخيزو راني سالقاه بشوية ديال الملحة باش يجي لذيذ، ماشي ما يجيش مسوس. هانت دابا غادي ندير لها شويه ديال الزيت بلديه، هانتوما شويه ديال الزيت بلديه. هانت دابا غنخليها طيب، طيب الشرميله ديالنا مزيان باش نضيفوا عليها داكشي ديالها حتى طيب لينا لاصوص ديالنا مزيان. عادي يمكننا نضيفوا عليها خيسو وهادشي ديالها، غادي نخليها طيب مزيان باش تنشف، تنشف من الماء ما يبقاش فيها الماء ديالها بزاف. شي دابا انتم المشاهدين على صوص طاب، ها هو انتم كيناشف من الماء، من الماء ديالو، حيت نقربه هنايا باش نوريكم مزيان. ها انتم دابا كنديروا البصله بحال هكا، كنخليو هاد المطيشه بلاتي. ها انتم
هادشي يجيكم فوق البوطه دغيا ديروا. انا دابا خرجت لهنا غير باش نسهل عليكم ونوريكم مزيان. البوطه شويه بعيده عليا. ها نتوما ها خيزو نتوما غندير ليه بحال هكا. غنزيد عليه هاد شويه ديال الربيع بحال هكا هانتوما، وغادي نحركو بحال هكا بشويه باش مي يتزعلكش باش ما يتهرش. هانتوما هانتوما شتي كيفاش كيتخلط. هنا نردو على العافيه شويه باش تدخل فيه لقامة. وراه مسلوق سلقته بالملح. هانتوما هانتوما غنهز هاد الطرف هاد الحامض اللي شويه غلاط، وغادي ندير لهم هاك هاك الحامض اللي غليظ الطرف اللي جوج. هانتوما خيزو كيبغي الحامض هانتوما بحالو بحال الشكل ديال الدنجال هانتوما شتي كتعصر عليه بحال هكا الحامض كيجي زوين. دابا غنردو على البوطه. انا قربت ليكم باش تشوفوا كيفاش درت ليها انت. مقله ثقيله شويه انا حطيتهم هنايا، وغنزيد هاد المطيشه باش كتبان الطريفات كيبانوا يبقى كيجي يبانو تا هما كيعطي واحد الديكور في وسط خيزو. ها نتوما شتي. دابا غنخليه يتشحر شويه باش كتدخل فيه ديك الحامض وديك القامه ديالو. راه كيجي زوين. وهاد الوصفه هذه ديال هاد الخيزو بالنسبه اللي كياكلوا الناس اللي كياكلوا الخضره والحوت، هذه كدار مع الحوت. هادي راها زوينه دار مع الحوت وكتجي مزيانه. ديك الوصله اللي قليت مع دابا ملي طاحت في لاصوص في التشرميله ديال الخيزو هذا ما كتبانش راه مقليه. سمعتي ها نتو الحباب ديالي هادشي ان شاء الله راه زوين. وكيجي مع الحوت وكيجي هكا يتحط في طبيصلات صغار. ومازال غندير لكم الشلاضه ديالو عاوتاني، شلاضه بارده وشلاضه سخونه ديالو تاني. دابا نوريكم ديال اللي كنا داكشي ديال زمان ديال بكري، داكشي ديال قديم الزمان ما هوش ديال دابا. لان بنادم كان كيفكر وكيصاوب ماشي بالشرط نشوف. ديك الساعه ما كان لا كتب لا حتى شي حاجه بنتي، لا كان بنادم عا كتجي شي حاجه في دماغه وكيصاوبها كتطلع. هاتو ها هو دابا كيتشحر ها نتوما حيت مقطع شويه غليظ كيجي باين ها ما كيتهرش. ها هو دابا كي يدير بالعافيه، وحنا غادي نحطوه وتشوفوا كيفاش جا. ودابا ها التشرميله ديالنا ديال الخيزو هي وجدات، ودابا غادي نحطوها نغرفوها وتشوفوا كيفاش جات التشرميله زوينه. بسم الله ها نتوما ها جات غزاله نتمناكم ان شاء الله ديروها وتعجبكم وتجيكم على الخاطر والقلب ان شاء الله يا ربي، ويعجبوكم هاد الوصفات اللي كدير منكم رشيده. وشكرا عليكم على الدعم ديالكم، وعلى كنشكركم بزاف 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 بزاف. هانت هانا ها خيزو هو كيولق
وانتم ها حنا نديرو حامض هنا خيزو كيبغي الحامض هانتوما وانتم بالصحه والراحه ان شاء الله للجميع. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه وتجيكم على الخاطر وعلى القلب ان شاء الله زوينه. وهذه هي امكم رشيده والتشرميله ديال امكم رشيده انتم شفتوا تبارك الله. هذا راه كيلو ديال خيزو هو عطى جوج طباسل، اما الا درته في الطبيصلات راه تبارك الله غيدور الطبله وبالصحه والراحه ان شاء الله. كيجي مع الحوت ونتمنى لكم ان شاء الله تعجبكم وبالصحه والراحه للجميع.